والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيان قبائل المشاشية في الوقت الذي نواصل فيه دعمنا إلا محدود لعملية فجر ليبيا التي كان لها شرف المشاركة العسكرية فيها بشبابنا وتوارنا المقاتلين الأبطال. الله أكبر! جنبا إلى جنب بأخوانهم التوار الأبطال من كل مدن وقبائل ليبيا الحبيبة. نحن نجدد التأكيد على عدة ثوابت وهي: 1. ضرورة مواصلة هذه العملية المباركة التي تعتبر بمثابة تصحيح المسار لثورة 17 فبراير. الله أكبر! إلى أن يتم القضاء على العصابات والتشكيلات المسلحة التي لا تتبع شرعية الدولة والمتمثلة في ميليشيات القعقاع والصواعق والمدني والتي تحاول الانقلاب على ثورة 17 فبراير. 2. وقوفنا صفا واحد ضد ما يسمى بعملية الكرامة. 3. نؤكد على مطالب كل الليبيين لتكوين جيش وشرطة يكون ولائه لله ثم الوطن ولا يكون ولائه قيادته من قبيلة واحدة أو مدينة واحدة. الله أكبر! 4. نستنكر جلسات البرلمان المشبوهة والغير شرعية لمخالفتها للنصوص الدستورية، ونستنكر أيضا قرار البرلمان بجلب الاستعمار والاحتلال لأرض الوطن. الله أكبر! 5. نعلن للشعب الليبي بأن ممثل البرلمان عن دائرة مزدة لا يمثلنا بعدما جاء في موقفه المؤيد للتدخل الأجنبي لأرض الوطن. 6. نستنكر القصف بالطيران الذي تعرض له توارنا البواصل منذ يومين في طرابلس. الله أكبر! ما يمشي شهداء! دم الشهداء! ما يمشي شهداء! دم الشهداء! ما يمشي شهداء! دم الشهداء! ما يمشي شهداء! 6. نستنكر القصف بالطيران الذي تعرض له توارنا البواصل منذ يومين في طرابلس، ونطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الجنات سواء كانوا من داخل الوطن أو من خارجه. الله أكبر! 7. نستنكر وننفي ما تناولته قنوات الفتنة بشأن المصالحة مع من تلطخت أيديهم بدماء شهدائنا. الله أكبر! ذلك ميليشيات القعقاع والصواعق والمدني. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! صدر في الشقيقة يوم الجمعة بتاريخ 22/8/2014 فرنجي، والسلام عليكم ورحمة الله.